ما راح يرتقي إلى طموح الجماهير والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة، راح يكون عليك وش ثمار، وراح يكون هناك رؤية بأن نجد اللاعب الأفضل بشهر واحد، أي لاعب مو بس فتاه. وبدأنا بدأنا بالبحث عن البديل الأفضل إن وجد. شنو اللي صار بين أحمد اليوسف وتركي آل شيخ، وهل هذا ملزم للأندية الكويتية ولا لا؟ فأحب أؤكد للجميع أنا، لأن الكثير من استفسر من الأمر، ومثل ما تفضل وقعوا ورقة وأنتم ملزمين بهذا الموضوع ويجب أن تروحون وتطبقون وكذا. أنا أحب أؤكد للكل بدون استثناء، الجمعيات العمومية هي سيدة قراراتها، فما حد لا الحق أن يلزمنا نلعب ولا ما نلعب. عندنا جمعية عمومية نحترمها وهي صاحبة القرار الأول والأخير بهذه الجزئية. حتى من قانونية وإدارية هذه الجزئية يجب أن حتى بالاتحاد تعرض على الجمعية العمومية للاتحاد، يجب أن يوافقون عليها الأندية، ويجب أن تعرض على الاتحاد الأسيوي، وهل لا حق النادي أن يلعب بالدوري المحلي ودوري آخر. أنا أعتقد الدوري السعودي إضافة إلى 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 الدوري الكويتي، ولكن بما لا يتعارض بخصوصية وتطوير مستوى الرياضة الكويتية. إذا كان هناك حل يحافظ على مستوى الدوري الكويتي وتطوير الكرة الكويتية بما لا يخالف مشاركتك بالدوري السعودي، اللي أنا أعتقد بالنهاية راح يكون له عائد إيجابي على مستوى الفرق اللي راح تشارك بالدوري السعودي، وبالتالي راح تنعكس على مستوى اللاعبين الكويتيين اللي راح يشاركون بالبطولة. فأنا أشوف ما في بأس، لأن اليوم تم اعتماد نادي الكويت رسميا للمشاركة في بطولة الشامبيون ليج سوبر آسيا. أرجو أنه على المستوى الخارجي لما نلعب مع الفرق الخارجية يجب أن توحد الصفوف من الجميع بدون استثناء بدعم الفريق اللي قاعد يمثل الكويت. هذا شيء غير مقبول، غير مقبول لما تكون مسؤول نادي وتيجي تعلق بتغريدة زين وكأنك طفل عمره 4 ولا 5 سنين. هذا شيء غير مقبول.